للوقوف أكثر أمام أوضاع المرأة العراقية في يومها العالمي، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة اللعاني. أهلا بك دكتورة فاطمة معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم وحي مشاهديكم أهلا الكرام. بك. يعني في اليوم العالمي للمرأة تضع المواثيق الدولية شروطا كما تعلمين لحياة كريمة للمرأة في العالم. السؤال هنا، كيف ترين وضع المرأة في العراق؟ وضع المرأة في العراق ما هو حال بقية فئات الشعب؟ وضع مزري ومعاناة كبيرة، ويعني ممارسات كثيرة ينتهك من خلالها حقوق المرأة في العراق. المرأة في العراق تتعرض للكثير من العنف، سواء العنف الجسدي أو العنف الجنسي أو حتى العنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت. الكثير من الحقوق التي باعتبارها فرد من أفراد هذا الشعب ويجب أن تحصل على هذه الحقوق، نعم، فهي محرومة من ذلك، مثل فرص العمل، العمل الذي حتى فرص العمل، العمل بما يتناسب مع يعني قدرات المرأة، إضافة إلى الأمن والأمان والذي هو مفقود لدى المرأة حالها كحال أفراد الشعب، إضافة إلى ذلك العنف الذي يمارس ضد المرأة، العنف سواء في العمل، العنف سواء في الأسرة، من يعني الكثير، وإضافة نعم. إلى ذلك معاناة المرأة لا تنسى في السجون، في مخيمات النزوح. الحقيقة وضع مزري للغاية، نعم. ولاحظنا ونعرف جيدا يعني ما ترتب عليه ذلك من كثرة عدد أستاذة الأرامل فاطمة، يعني هذا الحديث ربما يدفعنا إلى السؤال عن نظرة النظام السياسي القائم للمرأة في العراق، أو السؤال بصيغة مختلفة، إلى أي مدى توافق تصريحات الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال طبعا، إلى أي مدى توافق تصريحاتهم الواقع فيما يتعلق بحديثهم عن تمكين المرأة والحفاظ على حقها في المطالبة بحياة أفضل لها ولأسرتها، ما بين حديث الحكومات المتعاقبة وواقع المرأة حديثنا الآن؟ تفضلي. فرق كبير وفرق شاسع وتناقض كبير. المرأة عفوا، بالرغم من أنها وصلت إلى مناصب وزارية ومناصب في وأعطاها حصة في البرلمان، نعم. ولكن هي في الحقيقة لا تمثل هذا حقيقة ما يجري على أرض الواقع من معاناة لدى النساء في العراق. والحقيقة الذي ينظر إلى الإحصائيات يعني يتأكد من أن هناك فعلا معاناة لدى المرأة. عدد الأرامل وعدد المطلقات، عدد النساء المهجرات، عدد النساء المحرومات من التعليم، نعم. المتسربات من المدارس، والتي نسبة الجهل أصبحت الآن أعلى من نسبة الجهل بين الذكور، حرمانها من أبسط حقوقها وهو يعني تكوين أسرة، فحتى ذلك هي محرومة من خلال ممارسة العنف ضدها. أصبحت المرأة في الحقيقة بسرعة تباع وتشترى، ولاحظنا وشاهدنا كيف أنه يتم ابتزاز النساء ويتم الاتجار بالنساء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل الحد بالكثير من النساء إلى الانتحار، نعم ارتفعت معدلات الانتحار بالنسبة نعم للنساء. الكثير الحقيقة من ما يثبت أن تصريحات هذه الحكومة وأحزابها وميليشياتها لا يتناسب نعم ولا يتوافق، بل على العكس يتم استخدام المرأة بأبشع الأساليب من نعم أجل الوصول إلى أهدافهم. نعم. طيب دكتورة فاطمة، ماذا يعني أن يصنف العراق ضمن البلدان العشر الأكثر خطورة بالنسبة للنساء على مستوى العالم؟ ما الخطر الذي يحمله مثل هكذا تصنيف؟ الخطر الذي يحمله هذا التصنيف أنه معناه أن المرأة في العراق يعني لا تعيش حياة كريمة، لا تتمتع بمستويات من الأمن التي تمكنها من ممارسة
نشاطات يومية اعتيادية تمارسها أبسط مرأة في العالم دون أن تكون هناك ضغوط، دون أن تكون هناك انتهاكات تمارس ضدها، دون أن تكون هناك عنف يمارس ضدها. يعني وبالتالي فهذا سوف ينعكس على دور المرأة في المجتمع، سوف يكون دورها ناقص. لا ننسى أن المرأة مسؤولة عن تربية جيل، أجيال كاملة. المرأة مسؤولة عن تربيتها، سوف يترتب على ذلك يعني عدم قيامها بهذا الدور، وبالتالي فإن هناك جيل سوف ينشأ يفتقد إلى الكثير من أساليب التربية التي تؤهله لأن يكون مجتمع يعني نعم طبيعي، مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات الكافة التي تكفل له أن يعيش حياة كريمة. إذا الخطورة هنا تكمن على المستقبل قبل نعم أن تكون على مستوى قريب. نعم. لكن ماذا عن وضع المرأة المهجرة في مخيمات النزوح دكتورة فاطمة؟ يعني الحديث هنا عن البنت والأم، إلى أي مدى تجد الرعاية الصحية والتعليمية والغذائية اللازمة خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها النازحون؟ هذه الظروف الاستثنائية أولا التي يعيشها النازحون هي ظروف خلقتها هذه الحكومة، وبالتالي فإن حال المرأة سوف يكون حالها من حال جميع النازحين. ليست هناك يعني أي رعاية أو أي اهتمام بمتطلبات الحياة الأساسية، كما تفضلت، من تغذية، من صحة. التسرب أصبح الآن منتشر في مخيمات النزوح، الكثير من الفتيات لا يذهبن إلى لاكتساب العلوم في أول، ولا يذهبن إلى المدارس، ممنوعون حتى من ممارسة نشاطات العمل وغيرها. إضافة إلى ذلك فهناك عنف يمارس ضد المرأة من قبل الأجهزة الأمنية، من قبل الميليشيات، ويعني مع الأسف الشديد ونخجل من أن يعني نقول هذا، ولكن هذه أصبحت حقيقة، كيف أن النساء تعرضن للاغتصاب. إضافة إلى ذلك حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحصول على الأوراق الثبوتية، وبالتالي تسبب ذلك في ضياع حقوقهم في الحصول على لقمة عيش كريمة، تعليم أبنائهن. أصبحت الكثير من النساء مسؤولات بسبب الترمل وفقدانهم للزوج، فقدانهم للمعيل، من أخ أو أخ أو أب أو أي معيل ثاني ممكن أن يساند هذه المرأة. أصبحت الحقيقة المرأة في العراق يعني مجردة من كافة الحقوق، ومن كافة كما نقول في العراق الخيمة والظل الذي يساهم في حمايتها. نعم. في المجمل دكتورة فاطمة، هل ترين أن تسليم بعض النساء في العراق مناصب حكومية كنائبات في البرلمان، هل ترين أن هذا أسهم في حماية حقوق المرأة العراقية؟ بالتأكيد لا، يعني أن يتم تخصيص عدد من المقاعد في البرلمان لتكون النساء يعني يتسلمن هذه المقاعد أو حتى يصلن إلى مناصب وزارية، بالتالي هم هؤلاء كلهم جميعهم جزء من منظومة سياسية فاسدة، إذا لا دور لهم في خدمة هذا الشعب العراقي وتطوير المجتمعات في العراق. نعرف جيدا أنهم حتى لو تسلمنا هذه المناصب فهن ليست يعني مخيرات، بل هن مجبرات، لأن أصبحت المناصب هي طريقة للاستثمار، وتستطيع بكل بساطة أن تكون مسيطر عليها من قبل أحد أفراد عائلتها، من يكون هو المستفيد من هذا. إضافة إلى ذلك فإن هذه يعني تستخدم فقط لمجرد دعاية فارغة، لم يعد يصدقها الشعب العراقي بسبب يعني ما نرى وما هو واضح من أن الرجال لم يعني يخدموا الشعب العراقي، فكيف سوف تخدم النساء وهن الفئة الأضعف؟ المرأة في العراق هي الفئة الأضعف، نعم، والتي يتم استخدامها مع الأسف الشديد، وبدون حتى لدرجة أن المرأة أصبحت غير واعية أنه نعم يتم استخدامها واستعمالها مع الأسف الشديد لهذه الكلمة في تنفيذ أغراض بعض الأحزاب. نعم الحقيقة الآن جميعهم الأحزاب في العراق والميليشيات.
دكتورة فاطمة العاني، عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.